مضيعين مضيعين في كاس التيخون مضيعين. واش جاب البراني يخدم وحنا ما خدمناش؟ وقف 3000 وقفوها من العمل، هادشي هذا كيعلم. وإذا ما خدموش يبقاو هايدا في دار الفقر. انا هذه عام وانا واقفه عام، ودابا طالبه الحق دولادي ها هما بالجوع. زمنت مرتي ما عيطوليش، انا هذه اللي طالبه. وانا ساكنه ببيت واحد، انا ببيت واحد، الراجل جالس ما خدامش، هذه عام هو جالس من كورونا. طب انا ما كنطلب حتى شي حاجه، كنطلب حقي وحق جميع المسلمين صافي، هذه اللي كنطلب. زمنت مرتي مشيت عند القايده نعزفة، قالت لي ما غاتزمش انت، ما خدتش خدامه في الديوان. انا عندي باسبور طاي، ماشي ما خدامش في الديوان، انا خدمت في الديوان ماشي في البراك ديال، ما عنديش الصحه. انا بالضيقه ما خصنيش نخدم بهذه، هذا اللي انا نطلب. كنطلب حقي وحق جميع المسلمين. حنا مضيعين في كاس التيخون مضيعين. واش جاب البراني يخدم وحنا ما خدمناش؟ حنا ساكنين هنا ولاد البلاد، عندي في العمر ديالي 40 سنه، الاب 65، جدي 92 سنه، الجد ديالي دخل بالحمار من باب سبته. اذا مع النفرق مع بلادنا، كنحبوا بلادنا وحنا فخورين ببلادنا. وهذا الشيء هذا انت كتشوف 9000 بيرسونال واقف، 3000 وقفوها من العمل، هذا الشيء هذا كيعلم. حنا ما كنطالبوا حتى حاجه، كنطالبوا غير الحق ديالنا والوالدين ديالنا يخدموا. وحنا الوالدين ديالنا كيعانوا من الفقر وجالسين في الدار، وخصهم ضروري ما يخدموا. واذا ما خدموش يبقاو هايدا في دار الفقر. حنايا دابا هنايا تقريبا 30 سنه وحنا هنايا فهمتي خدامين هنا في هذه المدينه هذه، كان الحمد لله عايشين واكلين شاربين. بنادم كان كيكري، بنادم كان كيدي المعيشه. ودابا من نهار اللي دخلت هذه الجريحه هذه الكورونا هذه، شدوا دابا هذه المدينه هذه مسكينه كانت خدامه على هذا الباب. المثال كانت الاقتصاد ديالها كامل على هذه المدينه الا على هذا الباب، ما كاين لا فيرمات، ما كاين لا المعامل، ما كاين لا شي حاجه ديال الخدمه هنايا باش يكلف. من نهار اللي شدوا هذه المدينه هذه، اغلبيه فيها السكان بزاف، ماشي فيها العماسير ديال 2000 ولا 3000 ولا 4000. الا جيتي تشوف تعرف شحال السكان اللي كاين هنايا، وكل دار العماسيديس تلقى فيها العماسيديس 7 8 10 العائلات، فهمتيني؟ لحقاش هادو بحال الا شراو بارطمات، فهمتيني؟ كتلقى وهاد الناس هادو كانوا كلشي على هاد الديوانه، كيدبروا طريف، فهمتي؟ انا من اتي انا كنفرش، فهمتي؟ كاين واحد كيبيع الحوت، كاين واحد كيبيع الخضره، كاين واحد عنده الفران. ونجي واحد نقول لك عاوتاني عندنا هنايا العماسيديس تقريبا 30 قهوه، هادي مشدوده، فهمتيني؟ وعندنا المطاعم مشدودين. ودابا الناس كتسير سولهم واحد واحد، والله ما كيصوروا باش يخلصوا الخدامه، على حقاش ما عندوش، ما كيتدخل البراني. حنايا كنا عايشين مع البراني، فهمتيني؟ دابا هنايا ما بقى هنا حتى شي حاجه. وحنايا كنتمناو لهاد السلطه هذه، كنتمناو يعملوا واحد الاخر لهاد القوم هذا باش يمشي مع شي دبر شي طريف ديال الخبز، فهمتيني؟ ما القفه اللي كيعطيو القفه، واش انا عام ما خدمت غادي تكفيني القفه ديال 30000 فرانك؟ هادي عيب حالي لك كتضحك عليا، فهمتيني؟ لا دابا تمشي اي واحد هنايا تلقى العماسيديس مع الحوايج ديالو من الدار، خرج الحوايج من الدار بقى على السيره هايدا على اللوصا اللي عنده في الدار. علاش؟ بغى يوكل ولاديتو، علاقاش ولادو الا ما وكلهمش كيفاش غيرميهم واحد واحد يموتو؟ ودابا كنتمناو لهاد السلطه غيوقفوا مع هاد الشعب هذا، خلينا من الديوانه، حنايا ما خصناش الديوانه، ديوانا الله يعاونها. حنايا خصنا نرجعوا نشوفوا فين غنخدموا، شوفوا يعملوا لنا شي، يعملوا شي المعامل، يعملوا شي حاجه ديال الخدمه. ماشي كيقولوا انزموا النساء، واش النساء كيخدموا؟ واش المراه عندها 50 سنه 60 عام تمشي لكسميتو العرايش تحيد فريسه، تخرج من هنا مع 5 الصباح تدخل مع 12 د الليل، شكون اللي غيعمل العيال؟ شنو غياكلوا؟ هادي راه ماشي توسنا الاخر. لا هاد الناس هذا خصها يعملوا شي شركات هنايا لهاد القوم هذا باش يخدموا، على حقاش المدينه في خطر. ماشي بنادم كيقول لك المدينه في خطر، على حقاش حنايا دوزنا هنايا 30 سنه، انا 30 سنه هنا عشنا كلينا كاملين، ولكن حاليا هاد الساعات
هاد العام وصافي. دابا حنايا يلا 10 شهور، يلا 10 شهور خرج فينا الحال. إلا ضربنا عامين 3 سنين ومشينا كاملين. فهمتيني؟ وتحية نظامية، كنتمناو إن شاء الله هاد الشيء هذا. شوف باش تعرف الوقت اللي كتلقى غنسة مساكنات عندهم العيال كيخرجوا يوقفوا في الشارع. الوقت اللي كتلقى غنسة كيجيبوا العيال الصغارين وكيخرجوا للشارع، راه ماشي هذوك النساء يخرجوا ويتفرجوا. كاينه وراه الازمه اللي كتحرجهم. كاينه هاكو زينا خواتي عباد الله. كاينه انا اللي كنهضر معاك كنخلص لك يا مول الدار. اقسم انا كنفرج الشارع. ما كان اسمع ما كان كان ما كان فيها حتى بياسه ما كان فيها. غتمشي عند مول الحوت يقول لك اقسم بالله لا كنخسر. تمشي عند مول الخضره كذلك. واحد السيد مسكين، واحد السيد عنده القهوه، دابا في الصباح كنت معاه قال لي عندي 3.5 مليون ديال الكرا. قال لك عندي 9 الخدامه مرسمين. قال لك عندي 9 المليون اللي كتطلع ليا في الشهر. قال لك كنخلص من جوج. علاش؟ ما كاينش فينا والو. حنايا جلسنا اخويا ما كاين والو. ونتمناو ان شاء الله هاد السلطه هاد السلطه ديرنا شي البديل. تحيه نضاليه. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.